بين طائر الفنيق وانقطاع الكهرباء عن الأردن وبين الصخر الزيتي والديون الصينية وبين إيصال الكهرباء لأوروبا والمزارع من فلس الريف وبين بند فرق أسعار الوقود والدعم لمستحقيه وبين تعرفة المشتقات النفطية وعداد السيارات الكهربائية يقبع الثقب الأسود لقطاع الطاقة في الأردن وأحجية عجزت حكومات عن حلها وإن حلت فجيب المواطن وسيلة الحكومة الأولى والأخيرة. قطاع الطاقة والمعادن في الأردن فعلاً يعتبر الثقب الأسود وأكبر الملفات تعقيد أمام الحكومة. مهما حاولت وعملت بظل تراكم القرارات الخاطئة بحق هذا القطاع تتراكم وتزداد مع مرور الوقت. وفكركم مين بتحمل؟ أكيد المواطن بنهاية المطاف. خليني أحكي لكم كيف وليش. بدناش نرجع كثير بالزمن، بدنا نبدأ من حكومة الدكتور عبدالله نسور. بوقتها كان لازم على الدولة زيادة الخليط الكلي للطاقة، يعني تنويع المصادر المتعددة للتزود بالطاقة، وخصوصاً بوقتها انقطع الغاز المصري اللي ما حدا بيعرف ليش كنا نعتمد عليه لحاله بتوليد الكهرباء، وانقطاعه خسر البلد يومياً 4 مليون دينار حسب الأرقام الرسمية، ولحقوا المواطن بفرق أسعار الوقود اللي اعتبر غير قانوني بحسب العديد من الجهات. شو عملت الحكومة بوقتها؟ استأجرت سفينة للغاز المسال بكلفة 55 مليون دينار وكمان فتحت مشاريع طاقة متجددة كبرى وعملت منها 500 ميجاوات ووقعت اتفاقية الصخر الزيتي للعطارات بكلفة 2.2 مليار دولار وكمان اعتمدت الطاقة النووية كأحد بدائل توليد الكهرباء وكانت كلفة استيراد الطاقة في ذلك الوقت 4.5 مليار دينار وطبعاً مين دفعها؟ طيب شو صار؟ إجت بعدين حكومة الرزاز وقالت الحكومة إنه لازم نعيد دراسة كل اتفاقيات الطاقة واحدة واحدة وبلشت بالسفينة العائمة اللي قالت إنها رح تتوقف وتصير ميناء بعد ما اندفع أكثر من حقها أجرة إلها وأخذت اتفاقية العطارات على باريس غبن فاحش والمشروع ما حدا بيعرف عنه إشي ووقفت مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة بعد ما صارت الشركات تطلع من الشبكة وما تدفع لأنه عندها كهرباء إلها وشالت الطاقة النووية من الحسبة كلها وغيرت أسس صندوق فلس الريف وغيره والمهم إنه صار عنا غاز بالريشة وتصور عنده الرزاز وصار عنا كمان غاز الشمال زي ما بتسميه الحكومة اللي هو الغاز الإسرائيلي ضمن الحسبة بعد هيك إجت حكومة الخصاونة بس شو عملت بهالملف؟ كملت الحكومة موضوع إعادة النظر بالاتفاقيات للطاقة عينت شركة استشارية دولية لإجراء مراجعة شاملة لنظام الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع بس ضافت أشياء زيادة أولها إنها كملت مشروع رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء ورجعت العمل بمشاريع الطاقة المتجددة الضخمة وفتحت موضوع التنقيب عن النحاس والذهب والنفط بس وقفت موضوع التنقيب عن الغاز بالريشة مش كثير مهم إلها لأنه وزادت عدد عدادات الكهرباء الذكية وعدادات سيارات الكهرباء وفتحت باب الاستثمار بالقطاع وطلبت ترويجه طيب بعد كل هاي الإجراءات والقوانين والتعليمات والتغييرات شو النتيجة للمواطن؟ النتيجة إنه مديونية شركة الكهرباء الوطنية وصلت لأكثر من 7 مليار وبند فرق أسعار الوقود لسه موجود كلفة الطاقة المستوردة بالبلد لسه مرتفعة وصلت ل 3.5 مليار دينار أسعار المحروقات محلياً مرتفعة مع التسعيرة فيها فروقات ما حدا بيعرف وين بتروح الطاقة على الصناعيين والتجار إشي غير معقول مع إنه راح فرق الدعم إلهم لكن لسه بيشكو أما الطاقة المتجددة فمسموحة على الورق وممنوعة في التطبيق فاتورة الكهرباء بترتفع كل آخر سنة على الناس ما حدا فاهم ليش مشروع العطارات من 4 سنين هو بالمحاكم وما حدا كمان عارف شو النتيجة الطاقة النووية صارت بحثية ومندرب عليها طلاب نتصور جنبها بعد ما صرفنا عليها ملايين الملايين كل هاي التفاصيل وملف الطاقة رح يضل يأرق الحكومة لحد ما يكون في إجراءات مدروسة وحقيقية تنصف المواطن وبتخفف عليه الكلف بتكون هاي الإجراءات مبنية على دراية ودراسة
تناسب طبيعة البلد. اليوم وإحنا ببداية عام جديد لازم يكون في أثر ملموس على الناس بملف الطاقة، ويصير التوفير بالطاقة فهم وإدراك، مش خوف من الفاتورة آخر الشهر.